عسلامة الناس الكل، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في روسيت جديدة معايا. اليوم ان شاء الله باش نطيبوا مع بعضنا جاتو بالشوكولا والنوت كوكو. دونك قبل ما نتعدى للمقادير وقبل ما نوريكم كيفية تحضير الروسيت هذية، كما العادة اعملوا ابوني لو مازلتو ماكمش ابوني، اعملوا لايك اذا كان عجبتكم الفيديو، وبرتجيو الفيديو هذية مع صحابكم وحبيبكم واللي تحبوا عليه. دونك لهنا كيما قاعدين تراو ساعة الجاتو هذية، ننصحكم تتبعوني بالكدا بالكدا بالكدا، معناتها مرحلة مرحلة، ايتاب بار ايتاب، على خاطر هو مش صعيب لكن يتطلب شوية تركيز وكهو. دونك البارتي الأولى متاع الروسيت هذية كيما قاعدين تراو، دونك لي زانغريديون هذوما اللي قاعدين تشوفوا فيهم جوست البارتي الأولانية متاع الجاتو. البارتي الثانية إن شاء الله نشوفوها من بعد بار لا سويت. دونك شنو نستحقوا للبارتي الأولانية؟ نستحقوا هذيا نوت كوكو مرحي للي ما يعرفوش، هو دونك الفرينة متاع نوت كوكو اخذت منها 30 غرام. من بعد نجي لهنا عندي سكر فاني، ساشي سكر فاني، عندي سكر النورمال اخذت 50 غرام، لهنا عندي 250 غرام، نمشي بالغرام مش بالمليلتر، دونك 250 غرام حليب سخون، وهذه هي انشي خذيته 20 غرام. دونك توا نوري لكم شنو باش نعملوا من الاول وتابعوني للاخر. فوالا، دونك جبت لكم هذه الكسرونه صغرونه باش نحضروا فيها الكريم مع بعضنا. دونك قبيلي كنسيت ما قلت لكمش اسم الروسيت هذية، اسم الروسيت هذية بالإيطاليا اسمها تورتا الكاكاو اي كوكو، سهلة عاد مش صعيبة. يلا نشوفوا مع بعضنا توا كيفاش باش نعملوها هالكريم هذية. دونك قبل ما نحطوا الكسرونة متاعنا على النار نجيو للسكر متاعنا، دونك ناخذوا السكر، ناخذوا انشي. المقادير الكل تلقاهم على البرد مفو، دونك فوالا هنشي متاعنا. ناخذو الساشي سكر الفاني، فوالا. توا شني باش نعملو؟ باش نحركوهم شويه ومن بعديك نزيدو لهم الحليب ونحطوهم على النار متاعنا. توا نجيو الكسرونه متاعنا صغرونه نحركوها شويه، نحركو جوست الانغريديون اللي حطيناهم قبل الفرا. فوالا، توا بعد ما حركناهم شنو نعملو؟ الحليب السخون متاعنا هذيا 250 غرام نزيدوه هكيكا، نكملو نحركو شوية قبل ما نحطو كل شيء على النار. دونك نحركو 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 نحركو، فوالا. توا باش نحطوه على النار ونوريكم شنو نعملو بالضبط. دونك فوالا كيما قاعدين تراو، حطيت الكسرونة متاعي على النار، توا نحرك 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 نحرك. يا جماعه راهو هذوما اللي تشوفوا فيهم الكحول ليه شوكولاته ليه حد شيره، هذيك نوعيه السكر الفاني متاعي راهو هكيكا. دونك فوالا باش ما تقعدوش تتسائلوا واش بها واش حطيت شي حاجات وما قلتلناش، لا ما حطيت حد شيء حد شيء. دونك جوست السكر الفاني كيما قلت لكم متاعي نوعيته هذيك هي، راه ما منعرفش علاش عنده هذوما معناتها الوحدين الكحول. دونك نرجعوا لهنا نعاود نحرك 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 نحرك. الحكايه الكل تحب لنا حكايه 5 مينوت ونحنا نحركوا حتى لين القويمه نتاع الكريمه نتاعنا يولي معناتها يولي خافر، وتو نوري لكم حاسينو كيفاش لازمتها تجي. دونك فوالا هاكم تشوفوا القويمه نتاعها كيفاش بدات تولي خافره. دونك توا شنو نعمل لها؟ نزيد نخليها شويه ومن بعد نطفي عليها، نقلها من هوني نجيبها فوق معناتها طاولتي لهنا، ومن بعد نوريكم حاسيلو شنو يلزمنا نعملو، خاطر اون فوا وهي طفينا عليها وتبدا حاضره ديجا يظهر لي حضرت. انا نصور معاكم وهي حضرت. بون هاني باش نوريكم توا ليتاب اللي باش نعملوها. دونك نحيوها من هوني نهزوها لهنا، طفيت عليها ديجا، فوالا فوالا هاي كي تولينا كريم هكاكا. شنو نعملو؟ نزيدو لها نوات كوكو، نوات كوكو نتاعنا 30 غرام نوات كوكو مرحي، فوالا. وتو شنو نعملو؟ نعاودو نحركو 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 حتى لين الكريم نتاعنا تحصلوا على كريم حاسيلو بنوت كوكو.
ايوا ولا هذيك هي، هذه هي البارتي الاولانيه. او شنو نعملوا نحنا بعد ما حركناها هكاك؟ نغطيوها ونخليوها ترتاح لو طون ان حضرنا البارتي الثانيه نتاع الجاتو. باهي للبارتي الثانيه شنو نعملوا؟ عندنا 4 كعبات عظم نكسروهم هكاك، واحده اثنين ثلاثة و أربعة. نحطوا عليهم 180 غرام سكر ونبداو نحركو بالخلاط الكهربائي، وبعديك تنقول لكم شنو يلزمنا نزيدو. توا شنو نعملو؟ نحركو بالخلاط الكهربائي هذوما 4 بيضات، 4 كعبات عظم، ومعاهم السكر 180 غرام سكر. نحركو وبعد نرجع لكم. باهي لهنا بعد ما حركنا 4 كعبات عظام متاعنا شنو نعملو؟ باش نزيدو لهم 100 ملي زيت، 100 ملي زيت نباتي. فوالا زدنا لهم 100 ملي زيت نباتي، وتوا باش نعاودو نحركو مرة أخرى بالخلاط الكهربائي، وبعد باش نزيدو لهم كيف كيف 100 ملي حليب. دونك نحركو العظام بالزيت، وفي المرحلة هذه نزيدو كما قلت لكم بكري 100 ملي حليب. فوالا ونحركو كما العادة. ايه يا جماعة في المرحلة هذه شنو باش نعملو؟ باش نبداو نزيدو 170 غرام فارينة بشوي بشوية، يعني نبداو نزيدو شوية ونحركو، نزيدو شوية ونحركو حتى لين نكملوها الفارينة الكل، وبعديك تنوريلكم شنو باش نعملو بار لا سويت. دونك هذه بعد ما خلطنا كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، بعد ما حطينا الفارين الكل هو تحصلنا على القوام هذا هك. به كيف تحصلنا على القوام هذا؟ من بعديك شنو باش نعملو؟ باش نزيدو 30 غرام من الكاكاو المر. دونك نزيدو 30 غرام من الكاكاو المر، نعاودو نحركو كيف كيف بالخلاط الكهربائي، ومن بعد ما معناتها حركنا كل شيء تنوري لكم شنو معناتها القوام اللي باش يجي. وبر لا سويت نزيدوا له 16 غرام من خميره الحلويات، معناتها خميره الجلي جاتو. باهي هذه بعد ما حركنا الكاكاو نتاعنا معناتها بالخلاط الكهربائي وتحصلنا على القوام هذايا هذا هكا، نزيدوا له كما قلت لكم بكري 16 غرام خميره الجاتوات، خميره الحلويات يعني. دونك نحطو فوالا، نعاودو نحركو مرة أخرى ونوريكم بقية ليزانغريديون اللي باش نحطوهم. كوكو يا جماعة، كيما قاعدين تراو ما عاد فما حتى انغريديون باش نزيدوه. دونك توا شنو نعملو؟ ناخذو معناتها اللي تحصلنا عليه هذايا، ناخذو منه مواتيه ونحطوه في المول نتاعنا. انا المول نتاعي ديجا حطيت لها البابي كويسون، كان نتوما ما عندكمش بابي كويسون هاكا ادهنوها بشويه زيت ولا زبده ورشوا عليها هكا شويه فرينه دو فاسون ما معناتها ما يلصقش. دونك كيما قلت لكم باش ناخذ توا الخليط نتاعي هذا مش الكل، باش نصب في المول نتاعي جوست النص نتاعو، النص نتاعو بعد ما نصبو لهنا نوري لكم شنو باش نعملو. فوالا دونك كيما قاعدين تراو صبيت ديجا نص الخليط نتاعي لهنا في المول، والنص الاخر كيما قلت لكم بكري خليته لهنا. دونك توا انا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ هذايا
بتبيع المول اللي صبيت فيه نص قيمة الخليط هذاك، ونمشي نحطه في الفور على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، وإن شاء الله نرجع لكم بعد 20 دقيقة باش نوري لكم على شنو تحصلنا. يا جماعة هذه النتيجة بعد مرور 20 دقيقة. هذايا طابت. دونك توا شنو باش نعملوا؟ تتذكروا هاك الخليط هذايا اللي عملناه اللي حضرناه مع بعضنا من الاول بالكل؟ دونك هذايا توا شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا الكريم هذه اللي بنوات كوكو، وباش نوزعوها لهنا. كي نجيو باش نوزعوها ما توزعوهاش الكل معناتها كامله، خليه ما بين الحرف معناتها نتاع المول، ومعناتها خليه سنتي، ما تعبيوهاش للاخر للاخر. هاني باش نوري لكم كيفاش. دونك نجيو لهنا هكا. ها كيفاش وزعتها ديجا، والديسكور اللي حكيت لكم عليه قبيله عوريتو كيفاش معناتها ما الكريم وقت اللي نجي باش نوزعها ما نوزعهاش للاخر بالكل، نخلي هوني تقريب سنتي. علاش تقولوا نتوما باش نخلي سنتي؟ على خاطر تذكروا زاد الشطر الثاني نتاع هذايا الخليط اللي بالكاكاو هذايا، توا شنو باش نعملوا له؟ باش نجيو نصبوه هنا فوق هذه الكل. هاني باش نوريكم كيفاش. اوكي كملنا صبينا هاك الخليط الكل، الشطر الثاني اللي معناتها الكريم هذيك اللي بالكاكاو، النصف الثاني الكل وصبيناه من فوق. توا شنو باش نعملو؟ باش نرجعو المول نتاعنا هذايا لمدة المرة هذي 25 دقيقة ديما على درجة حرارة 180، وبعد ان شاء الله بعد ما نخرجها من الفور نوريكم الريزولتا فينال ان شاء الله. اي ولا هذا هو الجاتو بعد ما تعديت 25 دقيقة وهو في الفور. دونك توا شنو باش نعمل؟ باش نستناه لين يبرد، وبعد ان شاء الله نقصوه مع بعضنا ومني نوري لكم من داخل.